اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كاميرا الخفيه لشوف تي في طاح في الفخ. اليوم الضحيه ديالنا هو لاعب فريق الرجاء البيضاوي عبد الكبير الوادي اللي طاح في الفخ. اليوم وهمنا اللاعب ديالنا انه كيصور برنامج تلفزيوني وقدام واحد الفيلا اللي العساس ديالها ما غاديش يخليهم يصوروا. ايوا اجيو معنا نشوفوا اللاعب ديالنا شنو غتكون رده الفعل ديالو. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا اليوم في برنامج لاعب من الدوري المغربي. معنا اليوم عبد الكبير الوادي ابن الوداد الفاسي والمعار من نادي الرجاء الرياضي الى الجيش الملكي. عبد الكبير مرحبا بك. شكرا انوار على الاستضافه ومرحبا بالمشاهدين الكرام. انا عبد الكبير الوادي اليوم كنصادفوك في هذا البرنامج هذا من اجل التعرف على جديد عبد الكبير الوادي وكذلك الانطلاقه ديالو وعوده عبد الكبير الوادي بقوه مع نادي الجيش الملكي. شنو السر في ذلك؟ الحمد لله، هذا بدا برضات الوالدين والمجهودات اللي كنقوم بها والاسره ديالي كتعاوني في هذا الشيء. كما كان كيعرف كل شيء بان كنت كنتعرض لضغوطات كبيره في فريق الرجاء البيضاوي مع الجماهير الكبيره اللي كنبغيها واللي كنحييها من هذا المنبر هذا. فكان كما كيعرف كان القدوم ديال سي محمد فاخر وما لعبش فهاد ست شهور هادي اللي دازت. كنت كنتعرض لضغوطات كبيره وكان خاصني نلعب. يعني مطلوب منك باش تعطي الاداء. كان الجمهور اللي كيتلاقى كيقول لك خاصك تلعب. بلاتي حبس. كنصور هضر معايا ما وصلت لك اللي دابا كنرزق الله. انا غادي شي واحد غادي يخرج غيغوش عليه غيقول لي انت خدام ما والو ما رمشتكمش كاع مني جيت ما عندنا باش ناديوك اخويا. حنا راه برنامج شي وشاو تاع داو الداد الاولي حتى هو حيد لنا من وليد. حنا كنسجلوا اخويا هنا ما نديروا والو، حنا ما دايرين حتى شي حاجه. حنا رزق الله الله يرحم الوالد. عندنا واحد ربع ساعه، عندنا ربع ساعه ديال الصداع. الله يرحم الوالد. حتى دابا جاي باغي تضارب نتايا. شوف اخويا العب شويه، هضر معاك بالادب. واحد ربع ساعه حنا غادي نمشيو بحالاتنا. كاين والو، انا نهضر معاك بالادب. انتم جمعوا الكاميرات وحيدوا من هنا وديو هذا الوليد. حتى هو الله يرحمه. قطع شي بس حبس. الله يحفظك. انت شوف الله يخليك. مهدي طيب هذا راه مالا هادي مولات الشانطي ولا مولات الديور كاملين هادي ولا شنو؟ شنو الصداع؟ راه كنجيو كامل، راه انا العساس. انا شنو الصداع؟ حنا واقفين هنا مازال ما هضر معنا حتى واحد، ما خرجنا حتى واحد. ما هضرنا حيد عندنا. شوف كنهضر معاك دابا غير بشويه. شويه ما غوتنا معاك ما والو، هضرنا على عيب شويه. ما تقيسنيش، حيد يديك وهضر عيب شويه. انت سير دابا غادي تشري لنا الصداع، حنا هضرنا معاك. هضر عيب شويه صاحبي، راه ما خرج ما هضر معنا حتى واحد. ما الناس حنا واقفين سبعة، حنا واقفين هنا ما هضر معنا حتى شي واحد. تجي تقول لنا شنو جري علينا؟ جي هذا جري علينا شي واحد غادي نهضروا معاه. ما كاين لا صداع ولا والو. شنو تخرج لي على رزقي؟ لا ما خرجكش على رزقي. خدمتك شنو هي خدمتك؟ خدمتي يا استاذ تخرج عليا، راهي باش كنترزق الله وباش كنصرب على الوالده مريضه. حنا واقفين هنا ما واقفين لا دار لا والو، راه واقفين في الشانطي. حنا واقفين في الشانطي، جينا حنا هاد البلاصه لقينا خاويه قلنا غادي نسجلوا فيها. غادي تفركعوا عليا دابا. انت بغيتي تخرجي على رزقي؟ منين يجي يهضر معك شي واحد؟ اه جي يهضر معنا ديك الساعه. انت ما خدام ما والو، انت قالت كتفلى. قلت لها ما يصور حتى شي واحد. اه يطلع يجي يهضر معاهم. كيصور شي واحد راه يهضر مع ديك الساعه. واش الشاطي ديال الدوله؟ الشاطي ديال الله راه دار عليه هذيك. راه بغات تجي تدوي وصافي. صافي وليدي الله يجعل ربي. بغات تجي وليدي ولا عمي. الله يجعل ربي. كنهضر معاك بشويه، هضر بشويه وهضر بالاداب. ما هضرش معاك بشويه. هو حنا كنهضر بالاداب. تقول لي وليدي ولا عمي. الله يجعل ربي سهل. وليدي هو انت. الله يجعل ربي سهل عليك. انوار اصاحبي. يلا سير الله يخليك. عندي مع السير. راه شوف قصتي، شوف ويجي قصتي المره الثانيه هنا. قصتي المره الاولى وقصتي المره الثانيه وانا كيتلخطوا عليا. اسمع ما تخرجوش دير لي هذه المره. ما كان بالاداب هضرت معاك زوين. يلا الله يرضى عليك. حيد يديك اصاحبي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. لا ما تزيد تعصب. شوف خلينا مزيانين وخلينا زويونين. هاد الان مازال ما بغيتش انا نخسر معاك الهضره ولا شي تصرف ماشي هو هذاك. خلينا مع الدراري زوينين صافي. يلا الله يجعل ربي يسهل لك وليدي. خلينا نحيدوا. الله يرحم الوالد. لا حول ولا قوه. معك بالاداب بالاداب. هذيك جايه باينه بحال ما عرفت شنو. راه فين ساكنه؟ شوف هذيك فين ساكنه جايه باغا باغا تهضر. واش بغات تبان في الكاميرا ولا شنو هي؟ هذيك جايه واش بغات تبان في الكاميرا؟ تجي تقول لي واش الشانطي شاطي الله. جي شوف تسمع من حقك شاد هذه البلاصه كامله ومن حقك خدمتك. غنخرجوا لك على السيد. ما كاينش تهضر معنا بالاداب غادي يمشيو بحالنا. اما تجي غتذكر معنا غادي نوقف لك انا هنايا
في الشانطي، الشانطي حيدني من الشانطي انا هنا، ها الديور هنا والديور هنا، وقت كان في الشانطي هنا حيد لي من الشانطي هنا. هضرنا ما هضرتش بالادم، خدمتك اي يا سيدي، عاذر خدمتك من حقك، امشيو بحالنا اجي تهضر معنا بشويه، اجي دير لي المره الاولى المره الثانيه واش اجيبو كاع. الله يرحم لك الوالدين، حيد والدينا والديك حتى الله يرحم لك الوالدين، حنا هضرنا معك بالاداب. شي وشات شفتينا انا كنضربوا التعريجه هنايا وحنا في الحال. شي وشات اصاحبي انت سير اصاحبي الدنيا. تبان لي فيك الجوع واقيلا ما تغديتيش، جبد القشاوش وجبد. سالي ولا جا ندبر عليك. لا ما تدبر عليا، ما تدبر عليا، ربي يرزق الله. واش تدبر عليا راه عطا الله هنايا، عطا الله فين شجلوك، تمشي قهوه تمشي لبلاصه. الله يحيد عندنا من هنايا الله يرحم الوالدين. بحالك بشويه 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 زيد راه لحد الان، شوف لحد الان راه مازال مكالمي معاك، لحد الان مكالمي معاك بلاش. بجهدك ما غادي تدير. لحد الان مكالمي معاك انا، وانت عاد تحيد من هنا، انت ما غنحيدلكش من هنايا، انا شكون انا ما حتى واحد انايا ما غنحيدش من هنايا، انا مواطن انا مغربي غنبقى هنايا، عيط لهاد المونيتور. انا هنا انا ما لعاب ما والو، انوار صاحبي تقول لي لعاب ولا ما لعاب اسيدي، انا هنا انا هنا انا ما لعاب ما والو، شنو هو لعاب شنو هو لعاب، لعاب راه بنادم بحالي بحالك لعاب، وهنا انت كدير خدمتك انا غندير خدمتي هنا، غنصور غنمشي الشانطي هنا، لعاب كيصور 100 انا لعاب هنايا كنصور انا مليار انايا هنايا كتصور مليار. غادي دابا تقول لي انا عاقش عليك، انا عاقش عليك، واش انا عاقش عليك، واش انا عاقش عليك، لا ما نخرج من حقك وسير اخويا في حالتك من حقي في راسك. واش تبي تقول لي مليار ولا 100 مليون ولا مليار ولا 1000 درهم؟ عرفتني 1000 درهم؟ عرفت كنوكل الوالده وباش كنقرا وباش كان هادي، سير الله يرحم لك الوالدين، حنا راه كناكلوا اللوبيا انت كتضرب كا اف سي وداك الشيء. الله يجعل ربي يسامحك، شنو لعب الكره عرفنا ياك لعب الكره. الله يخرى عليك. يلاه دي هاد الوليده هادو سير صح. شوف اسمع دابا شوف. وانت سير اسمع الاخر معايا نقول لك اسمع اسمع. المره الاخرى غتولي دير هكا. واحترمتك قلت لي انا عساس، راه عساس عرفناك عساس. ولكن احترم راسك راه عساس وفهمناك. دابا راه جيتيني وليد زوين، باش غتأدي جيتيني وليد زوين، باش غتأدي باش غتأدي جيتيني صغير زوين، باش غتأدي انت كبير انت راه مرزق الله هنايا وتحاسب فراسك وليد كتشوف زعما تقلب الناس سير عيط لهم ضارب ولا شي حاجة، سير عيط لهم سير عيط لهم سير عيط هاد اللي خدامين عندهم وسير كلشي. الله يرضي عليك سير حيد يديك اصاحبي واش تبغي تدير سير الله يرضي عليك سير الله يرضي عليك سير الله يرضي عليك نهضر معاك مزيان ونقي وبغيتش نحك راك غتقول لي لا انا عساس، هذه الهضره اللي كتقول انا عساس راه عساس راك خدام راه خدمة عساس راك خدام دابا انت وليتي شوف وليتي مع انت وليتي مع السيد دابا وليتي مع السيد ضارب سير اصاحبي تناقش معاك بالاداب يلا انور يلا مشي بحالنا زوين يلا الله يخلي الوالد يلا غنمشي ولكن ماشي انت اللي غتصيفطنا بحالنا ماشي انت اللي غتصيفط بيا كنهضر معاك حيد يديك اصاحبي سير اصاحبي حيد يديك اصاحبي شنو واش حكرت عليا زعما واش كترزق الله جيتي كترزق الله سير ترزق الله سير اصاحبي حيد لي من هنا راه هنا فين كنهضر هو المدرب اصاحبي سير عشا اه راه يديك والله تجيشيني وليد زوين والله الله كون جيتيني وليد زوين والله شنو تكرفس عليك يا تكرفس عليا والله شنو تكرفس عليا تكرفس عليا والله شنو تكرفس عليا اجي تكرفس عليا اجي انا كنهضر معاه هضره جوج وليتي انا عساس حقرني انت لعاب شنو لعاب راه بحالي بحالك بحال لعاب بحال عساس انت خدام وانا خدام نحيدك من هنا الشانطي ديال الله عيط لي هذه كي مو الدار خليها تجي تهضر معنا يلاه زيد تفرقع علينا غادي تفرقع علينا خلينا حنا هنايا جيت تفرقع علينا بحال هي اللي مسببين انا ساكن هنا انت ما عارفش انا ساكن هنا وانت انا ساكن هنا شتي ساكن هنا ما عمري ما شفتك وانت انا ما عمري ما شفتك انا هنايا سير تمشي صافي الله يرحم الوالدين ما تقيسنيش اصاحبي صافي الله يرحم الوالدين صافي دوينا معاك اصاحبي تحيد اصاحبي تمام واش هادو هادو من هنا سير اصاحبي عيا اختي كاع مسوا انا كنهضروا معاك ايوا حنا اللعاب ديالنا بدا كيتسوق الله يحضر السلامة برد اعصابك السي عبد الكبير واش كنهضر معاك بالاداب حنا هادي لا انا عساس شويه وكيحقرنا لا حقرتينا عساس بحالي بحالك انت عساس وانا كنخدم خدمه انت خدام خدمتك كتخلص صافي عادي شوف شوف كاينش مشكل شوف اختي الله يخليك الله صاحبي الله انوار اصاحبي حريح ما كاين لا شي ولا والو صافي سيدي خويا الله يخليك علي راه هي اللي ساكنين هما اسكت خليني ندوي اسكت خليني ندوي عطا الله بغيتي واحد ما جا فين هي قرا هضرنا معاك بالادب هضر بالادب انت قلتي لنا انا حساس بحال اللي حقرناك زعما حساس راه خدام خدمتك شريف 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 فهمت لي انا خليني وكون جينا وقفنا في شي دار هكا وجينا حيد ما حيدناش واقف في الشانطي انا هنا واقف في الشانطي وجيتي ما هضرتش معايا مزيان كنت تدفع فينا هضرنا معاك بالادب هضر معنا بالادب عادي خويا عز كبير دابا شوف ماشي وكلا صلاه لا والو معاذرين خدمتك ما نشريو لك الصداع الاول ما نشريو لك الصداع الاول كنهضروا عادي السيد هذا عزيز علينا فهمتي حنا عيط لي الدري اللي جاي نصوره وكنمشي لها شي قهوه ولا شي لا شوف انت ما عزيز علينا شوف هو مازال كيهضر في الدوار لا شوف 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 واري صاحبي صافي صافي انت راك مريض انت صاحبي واه مريض واش شي مريض انت ما بغيتيش تسكت جيبنا الدري واش باغي يخرجوا هذا الجيل راه غوتو حتى حنا باغي يخرجوا خرجوا خرجوا
خرجوا واجي واش غيديروا هادشي عيط لهم كاع حنا بقاو هنا في الشانطي سيدي هنا لا صاحبي حنا كنهضروا معاه سير صاحبي يلاه نمشيو بحالنا يلاه يلاه واه هبط لي جيبهم كاملين واه جريو عليا خليهم لين يجريو عليا خليهم اصاحبي والله صاحبي الكبير اجي نقول اجي نقول لك والله تا نقول لك واحد يلا نقول لك نقول لك لا لا نختموا دابا باش نديروا نقول لك واحد الكبير انت خليك كري عاد اصاحبي لا لا عمري وقع لي انا بحال هكا مع شي واحد كيقول لك انت لعبت كتعيق علينا انت حشومه توصل معايا الهضره انا ما بغيتش نوصل معاك لهاد الهضره انا هادي كاع اصاحبي انت راه استاذ كدير خدمتك راه خدمتك وانا ما تقوليش معاك بلا شي احسن ما بغيتش نهضرش معاك واش تبقى غادا تضربني واش دابا كدير لي لا حول ولا قوه واش ما عرفتش كيفاش تهضر مع بلادهم ولا ما كتعرفش كيفاش تهضر مع الناس انت دابا شوف كتجي تدفع هكا موافقك شويه اصاحبي وايام الصباح هي ما هضرهاش هي جايه من الليل كتهضر وما هضرهاش هي ما هضرهاش هو كيهضر علاش هي ما هضرهاش عبد الكبير دابا انت ما عزيز علينا الا وجبناك ودرنا في كاد المقلب هاد السيد راه معانا وهاد السيد راه معانا وطختي معانا في مقلب رمضاني عبد الكبير الوالي طاح هذا راه معانا دفعني يا صاحبي لا صاحبي انا نقول لهم ما يدفعني شو خلاني كرع هذا الله يخلي شي كرع هذا صاحبي حشومه لا حشومه ما تقلقش على عرقتي لا صاحبي خلاني كرع الحشومه هذا كيقول لي لا انا عساس ما بغيتش انا انت كنهضر معاه عادي يا صاحبي انا خدمت هو صاحبي ما تقلقش انا حاضر راسي عمري انا ما طحت في هذا الشيء حاجه بحال هكا صاحبي شحال وانا حاضر عيد من هنايا عبد الكبير ما تقلقش ما انت يعني عزيز علينا الا وفكرنا وقررنا باش نديرو فيك هذا المقلب اللي كان طاير شوف ما ذكر هذا صاحبي والله الا خلي شينا كرع هذا شوف ما عليك اللي كيف ما شفتوا مشاهدينا كان معنا اليوم عبد الكبير الوادي اللي سقط معنا اليوم في هذا المقلب هذا المقلب اللي كان طريف عبد الكبير الوادي يهش عشاد طال الموقع قول بشي قول بني قول بني باش يعصبني وانا باش تعصبت انا كيجي يدير لي هكا انا ما يعني حاجه عندي شي واحد كيجي كيهضر معايا وكيدير لي هكا واحد الوقيته بدا كيقول حتى لعاب كتشد 100 مليون ولا ما عرفتش قال لي وانا كنشد 1000 درهم خدمتك تقدر دير خدمتك وانا كندير خدمتي عادي كاين مشكل راه خدمتك وهضر معنا بالادب غنمشيو بحالنا هو لا كيهضر ويزيد كيدفعني وحقرتيني وحقرتيني مازال كنرجع انا انا نقول بجولي شحال وانا حاضي ولا حاضي والو بعدا في حلول رمضان كنقول لجميع المغاربه رمضان مبارك كريم والله يدخلوا بالصحه والسلامه عليكم وان شاء الله تصوموا وتكونوا ان شاء الله تقدروا بعد مع الصيف كاين والحراره ان شاء الله وكنتمنى ان شاء الله نكملوا هذا العام يكون عام مزيان ان شاء الله ويكونوا بعد واحد نبغي نوجه واحد الرساله للجماهير كفى من الشغب الجماهير بان البطوله بلا الكره كاع بلا جمهور ما كتكونش كاع ديك الحلاوه ديال الكره كنقول للجمهور كفى من الشغب باش ان شاء الله الكره ديال المغربيه تزيد القدام ورمضان مبارك كريم عبد الكبير الوادي شدك الرادار